وللمزيد حول الموضوع تلتحق بنا من لندن عبر خدمة سكايب خبيرة الأدوية واللقاحات الدكتورة دانيا رشيد. مرحبا بك سيدتي، أهلا وسهلا. دكتورة دانيا، حتى الآن أول سؤال، ما هي المعلومات المتوفرة بخصوص هذا المتحور الجديد، وأين تكمن الخطورة بالتحديد دكتورة؟ صحيح، لحد الآن المعلومات المتوافرة هي معلومات ربما ضئيلة، لكنها توجه العلماء وتوجه الجهات المعنية. المعلومات تشير كما ذكر في التقرير إلى أن هناك أكثر من 32 طفرة على البروتين الشوكي، ما يساعد على انتشاره بسرعة أكبر، وما يجعل ربما اللقاحات المتاحة حاليا أقل فعالية كونها مصممة لاستهداف البروتين الشوكي أو بروتين سنبلة أو بروتين سبايك. إذن هذه المعلومات المتاحة لحد الآن، وبالوقت ذاته بدأت العديد من الدول اتخاذ العديد من الإجراءات، منها تعليق الرحلات إلى العديد من الدول في جنوب أفريقيا بؤر التفشي هذا المتغير الجديد، وأيضا ربما الالتزام بارتداء الكمامة مرة أخرى والعزل لمدة 10 أيام في حال كان هناك تواصل مع شخص مصاب. نعم دكتورة، قبل الحديث عن الإجراءات الواجب اتخاذها دكتورة دانيا أرشيد، حسب ما نقل من قبل بعض الخبراء فإن فحوصات الكشف أظهرت هي كذلك عجزا في تحديد الإصابة من عدمها، هل هذا يعني أن العالم عاد للمربع الأول؟ لا نستطيع القول هذا الآن، ربما علينا الانتظار أكثر لكي نرى كيف سينتشر الفيروس وكيف سيصيب المطعمين. ولكن بالعودة إلى جنوب أفريقيا، بؤرة تفشي أو ظهور أوميكرون هذا المتحور الجديد في أفريقيا أو جنوب أفريقيا، تم تطعيم فقط 24% من السكان، ودوما لذلك يجب على الدول الغنية المساهمة أكثر في توزيع اللقاحات بشكل عادل، لأنه إذا لم تصل جميع دول العالم إلى مناعة قطيع، وهذا يتحقق بتطعيم على الأقل 60 إلى 70% من السكان، سوف تبقى هذه الدول التي لا يوجد فيها حملات تطعيم قوية سوف تبقى بؤر لتفشي المتحورات الجديدة التي سوف تنتقل. دكتورة، لكن اللقاحات حسب الخبراء الآن في الميزان، هذه اللقاحات التي تتحدثين عنها الآن مع هذه الطفرة الجديدة في الميزان. طبعا علينا أن ننتظر ونرى ما مدى تأثر المطعمين بهذه هذا المتحور الجديد، وكيف هي الأعراض، هل هي أعراض طفيفة جدا أم لا، لأنه وردت أيضا تقارير ربما مبشرة بعض الشيء من جنوب أفريقيا من بعض الأطباء ومن بعض المستشفيات إلى أنه كل المصابين لحد الآن بأوميكرون لا يوجد عندهم حالات حادة أكثر من متحور دلتا، ولا توجد حالات دخول إلى المستشفى أكثر ولا وفيات، إلى أنه سريع الانتشار العدوى أكثر. فربما إذا كانت صحيح، يعني بالرغم من أنه سيصيب الناس بسرعة أكثر، ولكن ربما إذا كان أقل حدة في الأعراض فهذا أفضل، لأنه ما يخوف بكورونا عموما هو عندما تزيد خطورة الإصابة فيه ويتطلب الدخول إلى المستشفى وإنهاك القطاع الخاص أو الوفاة جراء كورونا. أما إذا أصاب الإنسان وبقيت الأعراض في الحدود المعقولة فهذا لا يخيف. وبالنسبة للقاحات الآن مع المنصات الرقمية الموجودة والتكنولوجيا السريعة، أصبح من السهل تعديل اللقاحات بسرعة أكثر لتواكب السلالات الجديدة، حال كورونا، حال الإنفلونزا الموسمية. نعم. التي كل عام منظمة الصحة العالمية تجتمع لرصد أهم السلالات ويتم بناء اللقاحات لتواكب هذه السلالات الجديدة. هل نتحدث عن مدة معينة، مدة قصيرة لنعرف خصائص هذه الطفرة الجديدة؟ ربما بحاجة إلى 3 إلى 4 أسابيع على الأقل، يعني مع نهاية العام تكون المعلومات صارت متوافرة أكثر، متاحة أكثر للعلماء، للخبراء، وبالتالي للعموم. ولكن اليوم كما ترى العالم كله أصبح مدينة صغيرة، والكل يتبادل كل المعلومات الخاصة سواء بالشفرة الوراثية للفيروس، سواء بمدى سرعة انتشاره، برصد الحالات، بالتحري وغيرها من الأمور. فالأمور باتت سهلة، ولكن بحاجة إلى بضعة أسابيع على الأقل. كآخر سؤال، أمام هذه الطفرات في الفيروس، هل نبقى على نفس إجراءات الوقاية التي اعتمدت منذ سنتين؟ ما هي النصائح التي تقدمينها دكتورة؟
طبعا في ظل تفشي هذا المتحور الجديد متحور أوميكرون سريع الانتشار، يجب ارتداء الكمامة، يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي، العمل من المنزل قدر الإمكان إذا أمكن هذا، ونظافة اليدين وعدم مخالطة الأشخاص، والعزل في حال اشتباك أو اشتباه وليس اشتباك في حال اشتباه في التواصل مع أي شخص مصاب بكورونا. أشكرك جزيلا شكر خبيرة الأدوية واللقاحات الدكتورة دانيا أرشيد، شكرا جزيلا لك مرة ثانية، كنت معنا مباشرة من لندن عبر خدمة سكايب.